لابد أن نحقق التوحيد الذي خلقنا من أجله. تحقيق التوحيد بأن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نترك الشرك، نترك المعاصي، نترك البدع، نكون حقا أتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نحقق التوحيد باللسان بالقول، نحقق التوحيد بالاعتقاد، نحقق التوحيد بأن نعمل بالتوحيد. لابد أن نرجع للتوحيد ونبتعد عن الشرك، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما يقتدى به، لأنه دائما كان يقبل إلى الله ويبتعد عن الشرك.